12,000 مصري طلبوا شراء السيارات الطائرة. من أول ما تم اختراع الطائرات واختراع السيارات، في ناس بتحلم إن يكون في سيارة طائرة، إن العربية تمشي. وأي حد أكيد فكر في كده أما يلاقي الدنيا كلها واقفة وزحمة، فيتمنى لو إن العربية دي بتطير تعدي المنطقة الزحمة دي وتنزل بعد كده في المكان غير المزدحم. إنما هذا الخيال أصبح حقيقة منذ سنوات نتيجة تجارب كتيرة، إنما كل اللي فات تجارب ومجرد أخبار. إنما في 2023 ولأول مرة في التاريخ أمريكا تقر رسميا السيارات الطائرة لأول مرة. شركة اسمها ألف، شركة أمريكية كبيرة، أخذت ترخيص من الطيران الفيدرالي الأمريكي بأن هي تنتج سيارات طائرة. دي لأول مرة، كل اللي فات تجارب، كل اللي فات محاولات أخبار، إنما لأول مرة. عشان كده يوم 12 يونيو 23 هيخش التاريخ، لأن في هذا اليوم لأول مرة في إقرار رسمي أو موافقة رسمية أمريكية بأن في سيارات طائرة. العربية الطائرة ديت تتسع لشخصين فقط، وبعدين بتمشي زي أي عربية، وبعد كده لو هي عايزة تنطلق لأعلى بتنطلق، الأبواب بتقلب أجنحة وتطير هذه الطائرة. الإقلاع بيكون عمودي زي هليكوبتر، يعني مش عايزة تطلع زي الطيران المدني الطبيعي اللي هو عايز مسافة يطلع فيها ومسافة ينزل فيها، لا تطلع مباشرة تنزل مباشرة. ممكن تطلع من باركنج، أي باركنج، يعني أي مساحة معقولة كده، أي ساحة صغيرة خالص، يعني تاخد 10-12 عربية فقط، أي حتة فاضية زي دي تطلع منها هذه السيارة تبقى طائرة وتنزل مرة تانية. لما بتطير بتكون بسرعة 177 كيلو في الساعة، لكن تحت السرعة أعلى 320 كيلو في الساعة. طبعا هي هتطير وقت الزحام، طول ما الطريق ماشي تمام، لكن وقت الزحام تطير وترجع تنزل تاني بعد كده. دلوقتي في جدل كبير جدا، طيب العربية ديت اللي هياخد ترخيص بتاعها من إدارة المرور ولا الطيران؟ ده بيسوق ولا بيطير؟ نمرة اتنين، لما يجي يطير فوق وحصلت حادثة، الحادثة دي يتم تقنينها ازاي؟ الناحية القانونية بتاعتها ازاي؟ احنا على الأرض ممكن نعرف إن في كاميرات، في شهود، الناس هتقول شوف العربية مخبوطة منين، فنعرف بعض التفاصيل. إنما من الناحية القضائية ازاي هنحكم على اتنين خبطوا ببعض في الجو، مين المسؤول؟ نمرة تلاتة، الإرهاب، إذا 11 سبتمبر طيارة دخلت في برج عملت كده، طبعا دي طيارات صغيرة، دي مجرد عربيات، ده صحيح، لكن أما يكون عدد كبير من العربيات ويفكر يعمل أي أعمال زي ديت. النقطة اللي بعدها مناطق سكنية، يعني معقولة يبقى طيران 24 ساعة والناس نايمة والناس عايشة حياتها، اللي عايز يذاكر واللي عايز يعمل أي حاجة يبص يلاقي كل شوية طيران رايح طيران جاي. الموضوع صعب للغاية أنك أنت تضبط هذا الموضوع وتديره. كمان الارتفاعات، في تقديرات مختلفة للارتفاعات، في تقدير انه اذا الطريق هاي واي او طريق سريع فارتفاع منخفض، انما لو ان في مناطق سكنيه هيكون اعلى من اعلى مبنى، وهيكون زي سرعه الطيران او مش سرعه الطيران، هيكون في ارتفاع قريب من الطيران الهليكوبتر اللي هو الطيران المرئي، لكن مش 30 ولا 40 الف قدم. في كل الاحوال الترخيص اللي الشركه اخذته هتعمل تجارب عليه، انما بيقولوا الى الان إنه هيتم الإنتاج في 2025. في البعض من دول الخليج حجزوا هذه السيارة، في موقع أمريكي بيقول في 12,000 مصري تقدموا لحجز السيارة الطائرة، رغم إنه في مصر لسه مفيش كلام إذا كان هيتم إقرار ده من الناحية القانونية ولا لأ، وممكن يستغرق وقت قد إيه. سعر هذه السيارة الآن حوالي 10 مليون جنيه، ما يعتبرش سعر كبير لعربية تقدر تعمل كل هذه المزايا، انما الشركة بتقول السعر هينخفض بعد كده، ممكن يصل الى 2 او 3 مليون جنيه بعد عدة سنوات. انما الرد بتاع الشركة على الناس اللي خايفة من كل شيء، ايه اللي ممكن يحصل والطيارة تطلع ازاي وتنزل ازاي والحاجات دي كلها، بيقولوا لما انتقلنا من عصر الخيل الى عصر العربيات حصل نفس الكلام. الناس قالوا معقول هنسيب الخيل نركب عربية؟ طب العربية دي لو فلتت، لو الدركسيون ده حصل له حاجة،
لو مش عارف الاطارات حصل لها ايه، لو خبطنا في حد، كان في برضه اوهام وخيال وخوف من العربيات لما اتنقلنا من الخيول الى العربيات. فبالتالي دلوقتي حسب الخبراء القلق ده زي القلق من خيل العربيات، القلق من العربيات للعربيات الطائرة. في كل الأحوال نحن إزاء جديد، لأن الأول مرة في التاريخ من الناحية القانونية لدينا ترخيص لسيارات طائرة في أمريكا وربما في دول أخرى في المستقبل.